بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي لبنى فرج التوني، أستاذ في كلية الطب جامعة أسيوط. إحنا طبعا النهاردة بمناسبة اليوم العالمي للسكر، السنة دي الـ IDF حطت عنوان اللي هو دور التمريض في علاج مرضى السكر. أنا هتكلم عن شق معين اللي هو السكر الحمل. يعني سكر الحمل دوت عبارة عن سكر بيجي للسيدات وهي حامل بس، يعني هي بتبقى ست طبيعية وبتدخل على الحمل، وفي أثناء الحمل بيحصل لها سكر. السكر ده بيتقال إن هو مؤقت، هو مش مؤقت مؤقت، هو بيستخبى بعد الولادة. طيب مين اللي عرضة أكتر لإن يجي لها سكر حمل؟ غالبا لو الست دي وزنها كبير، معامل كتلة الجسم أكتر من 25 أو فوق ال 30 طبعا، أو سنها فوق ال 25 سنة، لو هي أنجبت طفل حجمه كبير أو كان في عدة سقوطات سابقة قبل كده، لو حد من العيلة الوالد أو الوالدة عنده سكر يبقى هي عندها استعداد إن يجي لها سكر. التكيسات اللي في المبايض برضو دي بتعجل بإن ممكن يجي لها سكر حمل. طب علشان نلقط الحالات دي، لأن دي بتبقى حالات طبيعية جدا، أول ما الست بتعرف إنها حامل المفروض بتقيس السكر صايم وبتاخد وزنها 75 جرام جلوكوز وتقيس السكر بعد الأكل بساعتين. لو طلعت أرقام معينة اللي هي لو فوق ال 92 الصايم وبعد الأكل بساعتين، فبعض المؤسسات بتقول فوق ال 140 أو فوق ال 153، ده بعتبره سكر حمل. فبتعمل إيه؟ بتتابع الوزن بتاعها وتنظم الأكل بتاعها وتزود من الحركة لو مفيش مشاكل عندها في النساء تعوق الحركة، يعني تمشي بمعنى أصح نص ساعة، وتعيد التحاليل دي. لو طلعت طبيعيه هتكمل كده، لو طلعت مش طبيعيه هتروح لدكتور متخصص، لاننا بنضطر نتدخل بالانسولين او في بعض العقاقير الفميه عشان اقدر احمي الام والطفل من المضاعفات اللي قد تصيبهم في فتره الحمل والولاده او تصيبها فيما بعد. يعني ممكن الست دي يجي لها سكر بدري او تجي لها مشاكل في القلب، وابنها اللي هي حامل فيه ممكن تجي له سمنه بدري او يجي له سكر بدري. فدي حاجة مهمة جدا جدا، مفروض يبقى في تعاون بين الدكتور بتاع الغدد وبين الدكتور بتاع النساء، لأن هي طبعا الست غالبا بتروح لطبيب النساء في الأول في المتابعة، فمفروض كل دكاترة النساء يعملوا الحكاية دي. لأن احنا لما عملنا المشروع بتاعنا بتاع السكر الحمل في صعيد مصر، لقينا فيه نسبة عالية جدا للأسف فوق 13%، وحالات كتيرة جدا كان جالها سكر حتى بعد، برضو مفروض بعد ما بتولد بنشجع البريس اللي هو الرضاعة الطبيعية، مهمة جدا علشان تقي الطفل وتقيها هي من السمنة، وبتعيد تاني التحليل بعد الولادة بست أسابيع إلى 12 أسبوع علشان نلقط هل هي رجعت طبيعية ولا السكر مسك فيها أو عندها استعداد للسكر. ونتمنى إن شاء الله كل سنة وحضراتكم طيبين وكل يوم عالمي للسكر وانتم بصحة وسلامة. شكرا.